بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير أيها الحبل الكريم. أعلنت انطلاقة الشوط الرابع، معلن القوة ومعلن التحدي. شوط الجعدان ينطلق على بركة الله تعالى في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس التواجد والحضور على مقدمة هذا الشوط. نذهب إلى ركب المقدمة عند انطلاقة هذا الشوط، والسيطرة من أيضا برزان من يسيطر على انطلاقة هذا الشوط، حمد بن سالم بن علي بن حمد أيضا من يقدم لنا برزان على المركز الأول، بينما المركز الثاني أصبح من نصيب المركز الثاني أيها الحفل الكريم. التواجد على ثاني المراكز، هنا أيضا شاهين مشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي مقدم لنا شاهين على ثاني انطلاقة هذا الشوط. المركز الثالث، انتقل إلى المركز الثالث، يا سلام ما شاء الله. هنا العديد من الشعارات، شعارات أبناء القبائل يتنافسون على لقب الفوزي والناموس. المركز الثالث أصبح من نصيب المركز الثالث أيها الحبل الكريم. المركز الثالث، أرى أيضا القدوم على المركز الثالث. المركز الثالث، أتعرف على المركز الثالث أيها الحبل الكريم. زعفران من أيضا يأتي على المركز الثالث، محمد بن صغير بن محمد بن سيف المنصوري مقدم لنا زعفران على المركز الثالث. المركز الرابع أصبح من نصيب المركز الرابع، المختبر محمد بن معيوف بالكدش العامري مقدم لنا المختبر على المركز الرابع، بينما المركز الخامس، المركز الخامس الباس محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هكذا أعزائي المشاهدين دعنا لحضراتكم الخمس المراكز الأولى المتقدمة. أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة هذا الشوط، يا سلام. هنا التواجد والحضور على مقدمة هذا الشوط. دابان دابان ما شاء الله، حمد بن علي بن سعيد بن علي أيضا أبو شارب مقدم لنا دابان على انطلاقة هذا الشوط. الجعدان المركز الثاني أصبح من نصيب المركز الثاني، هملول نايد بن مسلم بالزفنة العامري أيضا مقدم لنا هملول على المركز الثاني، بينما المركز الثالث الوصول من المختبر محمد بن معيوف بالكدش العامري مقدم لنا المختبر، يا سلام. المركز الرابع، هنا التواجد والحضور من زعفران محمد بن صغير بن محمد بن سيف المنصوري مطلق عنانه زعفران على المركز الرابع، بينما الوصول من الخامس المركز الخامس مرهب مرهب الله 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 سعيد بن راشد بن محسن أيضا المري مقدم لنا مرهب على المركز الخامس. هكذا كان النداء الثاني الى الخمس المراكز الاولى المتقدمه. دعنا لحضراتكم بالوفاء والتمام، اعود والعود احمد، اعود الى مقدمه هذا الشوط. ما زال دابان هو من يتصدر قائمه هذه الشوط، حمد بن علي بن سعيد بن علي ابو شارب مقدم لنا دابان على المركز الاول، بينما الوصول على المركز الثالث ما شاء الله تبارك الرحمن. المركز الثالث يصل ايضا، ما زال هملول، هملول نايد بن مسلم بالزفنة العامري مقدم لنا هملول، والمركز الثالث وصل المختبر محمد بن معيوب بالكدش العامري، يا سلام. مقدم لنا المختبر على المركز الثالث، بينما الوصول على المركز الرابع ما شاء الله مرسال مرسال محمد بن علي بن سويدان بن محمد الغياثين ايضا مقدم لنا مرسال على المركز الرابع، بينما المركز الخامس يا سلام، المركز الخامس ولكن اعود خلاص في الكيلو الاخير الامتار الاخيره، اعود الى مقدمه هذا الشوط، هملول من يتصدر قائمه هذا الشوط، ولكن وصل شعار جديد، يصل شعار جديد ما شاء الله. زعفران غير على مجريات هذا الشوط، محمد بن صغير بن محمد بن سيف المنصوري مطلق عنانه زعفران على المركز الاول، بينما المركز الثاني اصبح من نصيب المركز. المركز الثاني أيها الحبل الكريم، الوصول بهذه اللحظات من صيفيان صيفيان لفيصل بن طالب بن محمد المري، يا سلام. ولكن زعفران، زعفران غادر بالفوز والناموس ما شاء الله تبارك الرحمن. زعفران محمد بن الصغير بن محمد بن زيد المنصوري يطلق عنانه زعفران في الأمتار الأخيرة ما شاء الله تبارك الرحمن. زعفران وأيضا ما أقرب من زعفران في
في هذا الشوط. تهانينا تهانينا لمحمد بن صغير بن محمد بن زيد المنصوري. سلام يا الغربيه، واسعد الله صباحكم بكل خير. المركز الثاني يصل، المركز الثاني صيفيان، صيفيان لفيصل بن طالب بن محمد المري. المركز الثالث، المركز الثالث هم الأول نايد بن مسلم بالزمنة العامري. والمركز الرابع، المركز الرابع مرسال محمد بن علي بسويدان بن محمد غياثين أيضا على المركز الرابع. المركز الخامس، الوصول على المركز الخامس حفلنا الكريم ماي هاب حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير لجتبي. هكذا كانت انطلاقة الشوط الرابع، ولكن أيضا السلامات تتجه إلى أهالي الغربية مع زعفران حمد بن صغير بن محمد بن زيف المنصوري من أطلق عنانة زعفران على الأمتار الأخيرة. والتوقيت الزمني أيها الحفل الكريم، التوقيت الزمني 6:09:76 تهانينا تهانينا لأيضا محمد بن صغير بن محمد بن سيف المنصوري على فوز زعفران المركز الأول. التوقيت الزمن أيضا المركز الثاني اللي هو صيفيان أيضا قاطع المسافة في 6:13:62 تهانينا والف مبروك. المركز الثالث، المركز الثالث كان ايضا وصول من هملول قاطع المسافه ايضا في 6:14:38 تهانينا للجميع والف مبروك. انقل الميكروفون الى الزميل مسعود بن سعيد.